الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد حياكم الله. احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت في الحديث عن مدارك العلوم أو نظرية المعرفة، وقلنا إن العلم الحادث نوعان، وكنا بدأنا نقرأ من أوراق الإمام الصابوني اللي هي بتلخص نظرية المسلمين المعرفية، وقلنا لحضراتكم إن نظرية المعرفة عند المسلمين تعتبر هي العجينة التي أو هي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. أدي أول تكليف النهاردة، محاضرة المبادئ العشرة نظرية المعرفة. طيب، فإحنا القول في مدارك العلوم دلوقتي معروف عند الدارسين باسم نظرية المعرفة. الأوراق اللي احنا بنقرأها دي تعتبر ملخص لنظرية المسلمين المعرفية. فالإمام الصابوني يقول إن العلم الحادث نوعان، وقلنا إن العلم الحادث بيخرج العلم القديم اللي هو علم الله سبحانه وتعالى، فعلم الله سبحانه وتعالى لا كلام فيه. وقلنا إنه علوم البشر أو علوم المخلوقات بتنقسم إلى علوم ضرورية وعلوم نظرية. قلنا العلوم الضرورية هي التي يخلقها الله في الإنسان، لا تحتاج إلى نظر واكتساب. أما العلوم الاكتسابية فهي التي تحتاج إلى نظر واكتساب. فأنت مثلا ما بتحتاجش حد يقولك إن أنت موجود أو إن أنت أنت أو إن أنت بتشغل حيز من الفراغ. دي كلها حاجات وإن لم يستطع الإنسان يعبر عنها بهذه الألفاظ تحديدا، لكنها معانيها موجودة في ذهنه. طيب، فهناك علوم ضرورية وهناك علوم اكتسابية. الإنسان أو الطفل بيولد بمجموعة من العلوم الضرورية. هذه العلوم الضرورية احنا قلنا المرة اللي فاتت هي لو جينا نفصصها أو نفسرها أكتر أو نفصلها أكتر هنلاقي إن العلوم الضرورية دي عبارة عن حاجتين. أول حاجة قوانين الفكر الأساسية. قوانين الفكر الأساسية، ما هي قوانين الفكر الأساسية؟ ما هي قوانين الفكر الأساسية؟ من يقولهم؟ قانون الهوية. تمام، أدي واحد. وقانون عدم التناقض. اثنين، أحسنتي. وقانون الثالث المفروض. الثالث المفروض، أحسنتي. يبقى دي قوانين الفكر الأساسية وشرحناهم المرة اللي فاتت. قلنا قانون الهوية يعني ألف هو ألف، قانون عدم التناقض ألف ليس باء، قانون الثالث المرفوع يعني ألف إما أن يكون ألف أو لا ألف، وشرحناهم المرة اللي فاتت. لو حد مش فهمهم قوي ممكن يرجع للمحاضرة ويسمع تاني اللي احنا شرحناه، لو في حاجة مش واضحة نسأل فيها المرة اللي جاية، احنا مع بعض مش هنروح في حتة إن شاء الله. طيب، قلنا الجزء الثاني اللي يمثل قوانين الفكر الأساسية العلم بإيجاب الواجبات واستحالة المستحيلات. العلم بإيجاب الواجبات واستحالة المستحيلات. في أحكام موجودة في العقل. هذه الأحكام الموجودة في العقل، العقل يميز فيها بين ثلاث أنواع من الأحكام: أحكام واجبة وأحكام مستحيلة وأحكام جائزة. خلاص كده، دي هنتكلم عليها في محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى المرة القادمة أو ربما في آخر هذه المحاضرة، لكن المهم اللي يهمني دلوقتي إنكم تعرفوا بس العنوان، هنفصلها بعد شوية إن شاء الله. يبقى لما نقول ما هي العلوم الضرورية عبارة عن حاجتين: قوانين الفكر الأساسية والعلم بإيجاب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. رقم واحد قوانين الفكر الأساسية، رقم اثنين العلم بجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. طيب، قال وأما الاكتسابي فهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسطة كسبه واختياره. يبقى العلم الاكتسابي الذي يكتسبه الإنسان هو الذي يحدثه الله. لاحظ برضو هنا إنه هذا العلم الذي يكتسبه الإنسان يحدثه الله برضو مش بالإنسان. يعني حضراتكم دلوقتي قاعدين بتتعلم بتاخدوا معلومات، المعلومات دي ضرورية ولا اكتسابية؟ اكتسابية؟ لا شك إنها اكتسابية. لو ضرورية ما كنتوش تحتاجوا تيجوا المحاضرة أصلا، مش كده ولا إيه؟ اكتسابية. كويس، هذه المعلومات الاكتسابية إزاي بتدخل في أذهاننا وفي وعينا وإزاي بنفهمها؟ هل إحنا لينا دور في هذه العملية؟ قال لك لا،
أنت كل دورك في هذه العملية أنك تتوجه فقط، تأخذ بالأسباب فقط. أما أنك تفهم، أما أنك تحفظ المعلومة، أما أنك من المعلومة دي تستخرج معلومات أخرى، كل ده بفعل الله سبحانه وتعالى فيك. يبقى إذن العلوم الضرورية والعلوم الاكتسابية الاثنين يحصلان بالله سبحانه وتعالى، لكن في واحد بيحصل بلا توجه من الإنسان، بلا حركة من الإنسان، اللي هو العلوم الضرورية، وفي علم ثاني بيحصل مع حركة من الإنسان أو مع توجه من الإنسان ناحية التعلم، لكن الاثنين بيحصلوا بإيه؟ بيحصلوا بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل في القرآن يقول وعلم آدم الأسماء كلها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني أنت ممكن تقول لحد المعلومة أو تروح لحد تشرح له الحاجات اللي أنت فهمتها من المحاضرات بتاعتنا ويفهم المحاضرات أكثر منك. ليه؟ لأن المعلم هو الله سبحانه وتعالى، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا حتى في العلم الاكتسابي نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يفتح بنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا إلى آخره. فلذلك الشيخ يقول إيه؟ فهو ما يحدثه الله. تابعوا معايا الشاشة أو الأوراق اللي معاكم إذا كانوا بعثوا لكم الأوراق يا أخوان. قال وأما الاكتسابي فهو ما يحدثه الله. يبقى إذن إيه؟ الله هو الذي يحدث والذي يخلق هذا العلم في الإنسان تعالى فيه، يعني في العالم أو المتعلم، بواسطة كسبه واختياره. الإنسان توجه حضر المحاضرة، الإنسان راح حضر الدرس، الإنسان اشتغل الكتاب، الإنسان قاعد يسمع المحاضرة، كل ده اكتساب، حركة من الإنسان. نتيجة هذه الحركة الله سبحانه وتعالى يفيض عليك، يعطيك العلم. طيب كويس أوي. قال لك إيه؟ بواسطة كسبه واختياره. كويس. وهو مباشرة أسبابه. وهو مباشرة أسبابه، يعني إيه هو كسب العبد؟ يعني إيه هو كسب العبد؟ فبيفسر هو كسب العبد هنا بإيه؟ بمباشرة الأسباب. يعني لما أجي أقول لك أنت الآن تعلمت فرائض الوضوء، كويس، كيف تعلمت فرائض الوضوء؟ كيف تعلمت فرائض الوضوء؟ بحضور المحاضرة للشيخ. كويس. أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت توجهت لي تحصيل أسباب العلم. لتحصيل ماذا؟ أسباب العلم. فأنت تسمى الآن كاسبا، كاسبا للعلم. أما خالق العلم فهو الله سبحانه وتعالى. إحنا نفرق بين خالق العلم ومكتسب العلم. الذي خلق فيك العلم هو الله. الذي اكتسب العلم، يعني الذي توجه ناحية طلب العلم، هو العبد. يبقى بواسطة كسب العبد. كسب العبد هو إيه بقى؟ مباشرة الأسباب. مباشرة الأسباب، إنك توجه ودانك تسمع المحاضرة بتركيز، إنك تشوف المعلومة تتفرج على حاجة، إنك تسمع المحاضرة في الساوند كلاود، إنك ببصرك تقرأ الكتاب، كل ده إيه؟ اسمه كسب. كسب كويس أوي. لما نيجي بقى نفصل هذا الكسب، كيف تحصل العلوم الاكتسابية؟ خدوا بالكم معانا الكلام اللي احنا بنقوله دوت يا أخوانا لا ينطبق فقط على علوم الدين، لا ينطبق فقط على علوم الدين، وإنما ينطبق على علوم الدين وعلوم الدنيا. إحنا نتكلم الآن في نظرية المعرفة، أيا كانت هذه المعرفة، تمام؟ أي معرفة في الدنيا بتحصل بمباشرة أسبابها، بمباشرة الأسباب. طيب إيه هي الأسباب التي بها يحصل الإنسان المعرفة؟ سواء كانت المعرفة دي معرفة دينية أو معرفة دنيوية. أنا عايز أتعلم العقيدة، تدخل معانا. عايز أتعلم التفصيل والتطريز، تدخل معانا. عايز أتعلم الفاشن والموضة، تدخل معانا. عايز أتعلم الفقه، تدخل معانا. عايز أتعلم الفيزياء والزراعة، تدخل معانا. كل أي حاجة بيكتسبها الإنسان أو بتعلمها الإنسان تدخل في هذه الأمور أو في هذه الأسباب الثلاثة. طيب قال إيه بقى الشيخ؟ وأسبابه ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، ونظر العقل. يبقى الإنسان الآن إذا أراد أن يحصل معرفة فأمامه طرق متعددة. في عندنا طريق استخدام الحواس، وطريق آخر طريق استخدام الخبر، طريق الثالث طريق نظر العقل. خد بالك معاي، دول ثلاث طرق. الثلاث طرق دولت ما بيشتغلوش كلهم على معلومة واحدة،
وإنما كل نوع من أنواع المعرفة له ما يناسبه من الوسائل. تاني، كل نوع من أنواع المعرفة له ما يناسبه من الإيه؟ من الوسائل. زي بالضبط كده، أنا عايز أوزن كيلو طماطم، أعمل إيه؟ أجيب ميزان الخضروات. كويس. عايز أوزن ذهب، أعمل إيه؟ بنوزن ميزان الذهب بإيه؟ بنوزن الذهب بإيه؟ بميزان خاص للذهب، أليس كذلك؟ طيب، في ميزان تاني عربيات النقل بتستخدمه، مش عارف حضراتكم شفتوه قبل كده أو تعرفوه، لا، اسمه ميزان بسكول. ده إيه؟ العربية كده لما تكون ماشية على طريق سريع بتتوزن علشان تدفع رسوم للدولة. ده ميزان بيوزن العربيات اللي عليها حمل. فإذا إيه؟ فأنت رغم إنه التلاتة ميزان، لكن أنت بتوزن لكل ميزان ما يناسبه من المواد. فنفس الكلام، أنا عايز أعرف معلومة جغرافية غير لما أكون عايز أعرف معلومة تاريخية. المعلومة الجغرافية لها وسيلة، المعلومة التاريخية لها وسيلة. طيب، عايز أعرف حاجة متعلقة بالمجردات، يعني أمور كده إيه؟ أمور كده العقل بيقوم فيها بعمل، زي الرياضيات مثلا، دي ليها وسيلة ثالثة. طيب إذا إيه؟ لما نقول هذه هي أسباب تحصيل المعرفة، مش معناها إن أنا بستخدم الثلاثة في كل المعارف، لا، معناها إن أنا بستخدم لكل معرفة أو لكل معلومة ما يناسبها من الوسائل. لكل معلومة يناسبها من الإيه؟ من الوسائل. طيب، قال وأسبابه ثلاثة، الحواس السليمة. ليه قال هنا الحواس السليمة؟ لأن الحواس إذا كانت سليمة، إذا كانت غير سليمة، لا نستطيع بها تحصيل العلم. يعني حضرتك الآن لو عينيك فيها رمد أو إيه، فيها مقفولة، مغرمة ومقفولة، قلنا لك إيه ده، الشمس بره موجودة، قلت لا مفيش شمس. ليه؟ لأني لا أراها. يقول لك لا، أنت المشكلة عندك أنت، أنت اللي حواسك غير سليمة. لذلك الإمام البصيري عليه رحمة الله يقول إيه، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. يبقى احنا بنقول الحواس وسيلة لتحصيل المعرفة بشرط ان تكون الحواس سليمة. واضح كده؟ بشرط ان تكون الحواس ايه؟ سليمة. يبقى الحواس السليمة. والخبر، الخبر ايضا وسيلة من وسائل العلم والمعرفة. احنا كلنا عرفنا اسماءنا ازاي؟ كلنا عرفنا اسماءنا ازاي؟ يعني انت تقلك انت اسمك فلان، ابن فلان من العيلة الفلانية، عرفت ازاي؟ بالخبر. حد اخبرك، حد ايه اخبرك؟ النهاردة الادارة بلغتكم ان المحاضرة في موعدها، انت دي معلومة خدتها ازاي؟ بالخبر، اخبرك احدهم. طبعا احنا بنقولش بكل الاخبار تؤدي الى معارف، احنا بنشترط في الخبر ان يكون خبر ايه؟ خبر صادق. تمام؟ انت دلوقتي في حد قال لك والله في بلد في الدنيا اسمها بلاد السند وبلاد الهند، وفي برج موجود في باريس اسمه برج مش عارف كذا. فانت كيف عرفت هذا مع انك ما رحتش البلدان دي؟ بالخبر. يبقى اذا ايه؟ الخبر اذا كان صادقا فانه يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى معرفه. خبر بشرط ان يكون صادقا. ونظر العقل، اعمال العقل، التفكر، النظر، التامل في الامور يؤدي ايضا الى معرفه. قال واما الحواس السليمه فهي خمس. لاحظوا هنا يا اخوانا ان وسائل المعرفه كم؟ ثلاثه. ليه بنقول كده وبنأكد على دوت؟ كل الناس اللي درسوا، كل الناس اللي درسوا عارفين انه الاتجاه الان في الغرب من فتره طويله جدا هو الاعتماد على وسيله واحده من وسائل المعرفه الثلاثه. الاعتماد على وسيله واحده من وسائل المعرفه الثلاثه، وهي المعرفه الحسيه التجريبيه. لذلك هتلاقوا من الطبيعي جدا في هذا الاطار، طبعا هم بيترجموا دايما الايه؟ كلمه ساينس الى علم، وانا قلت قبل كده انه هذه الترجمه فيها خطأ. كلمة ساينس لا ينبغي أن تترجم إلى علم، لأن العلم أوسع من الساينس. الساينس هو العلم التجريبي فقط. يعني لما نقول ساينس أو ساينتيفيك يبقى ده علم تجريبي أو علم حسي. طيب، هل العلم الحسي هو كل العلم؟ لا، في علم خبري، في علم ينتج من النظر العقلي. تمام؟ اللي حاصل الآن في كل البحوث الغربية والاعتماد على العلوم التجريبية، العلوم التجريبية. لذلك هتلاقيهم بسهولة جدا ينكروا وجود الملائكة. ليه؟ لأنه لا بنشوفهم في المعمل ولا تحت الميكروسكوب ولا نقدر نشوفهم بالتلسكوب، يبقى إذا هو مش موجودين. وجود الله سبحانه وتعالى بسهولة جدا يقول لك الله غير موجود. ليه؟ ما شفناهوش ولا لمسناه ولا حسيناه ولا شمناه ولا أي حاجة خالص. تمام؟ الجن يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن، دي خرافات وأوهام. ليه؟
ما اكتشفناهاش، ما شفناهاش، ما رصدناهوش. فهو هنا بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على وسيلة واحدة من وسائل العلم. هنقول هنا أو الشيخ هيقول لنا هنا إنه العلم التجريبي يستخدم في التجريبيات، يعني الأمور التي تقبل التجربة. الأمور التي تقبل ماذا؟ التجربة. طب الأمور التي لا تقبل التجربة فيها وسائل أخرى يمكن التوصل إليها بوسائل أخرى. لما تيجي أنت بقى تحصر العلم فيما كان تجريبيا أنت بتضيق على نفسك. أنت تضيق على نفسك وتتناقض كمان، تضيق على نفسك بس وتتناقض، لأنه بيدعي العالم الغربي أيا كان تخصصه، فيزياء، كيمياء، أحياء، زراعة، طب، هندسة، فلك، أيا كان تخصصه، هتلاقيه عنده بيانات، عنده بيانات. هذه البيانات كيف يتم الربط بينها؟ يتم الربط بينها بوسيلة معرفية اسمها العقل. فهو إيه؟ إذا أنكر العقل كوسيلة من وسائل المعرفة فإنه لا يستطيع أن يتجاهل العقل في الربط بين المعلومات الإيه؟ المعلومات الحسية. يبقى إحنا كده أخوانا عندنا المسلمين عندهم وسائل المعرفة المتفق عليها هي كم؟ ثلاثة. هل حضراتكم استمعتم للتراك اللي هو فيه دوائر المعرفة ودور الوحي في توسيع الأفق المعرفي للإنسان؟ خدناه قبل كده؟ كويس، اللي ما سمعهوش كويس، اللي ما سمعهوش لازم يسمعه لأنه بيأكد على الأفكار اللي حنقولها هنا. مع سمعكم إن شاء الله للمبادئ العشرة لنظرية المعرفة أعتقد دوت إن شاء الله هيبقى بالنسبة لكم إيه؟ يعني إنارة جيدة اللي إحنا بنقوله. طيب الشيخ ماذا يقول؟ أما الحواس السليمة فهي خمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. الحواس الخمس باختصار أربعة في الوجه وواحد في سائر الجسد. دي الحواس الخمس اللي بيسموها الحواس الخمس الظاهرة، الحواس الإيه؟ الظاهرة. هذه هي الحواس الإيه الخمس. هذه الحواس الخمس تنتج علما. شوفوا بقى هنا الشيخ بيقول حاجة مهمة جدا، يقول حاجة إيه مهمة جدا، يقول ويعلم بكل حاسة ما يختص بها إذا استعملت فيه. فكلام في غاية الدقة، كلام يكتب بماء الذهب. ويعلم بكل حاسة ما يختص بها إذا استعملت فيه. يعني أنت هتيجي تبقى تقول لي يا شيخ أنت قلت لي أن البصر من وسائل المعرفة، كويس قوي، أنا دلوقتي بسمع الموسيقى وعايز أشوفها، أنا عايز أشوف الموسيقى ما شفتهاش، إذن البصر ليس من وسائل المعرفة؟ أقول لك لا، السمع وسيلة من وسائل المعرفة في المسموعات، البصر وسيلة في المبصرات، الشم في المشمومات، الذوق في المذوقات، اللمس فيما يلمس. ما تجيش تقول لي والله أنا أنكر وجود الموسيقى، ليه؟ لأني مش قادر ألمسها. ما تجيش تقول لي والله أنا أنكر وجود الألوان، ليه؟ لأني مش قادر أشمها. يبقى إذن إيه؟ يعلم بكل حاسة ما يختص بها إذا استعملت فيه. كويس قوي. القاعدة دي هنطبقها في بقية وسائل المعرفة. نقدر نقول قياسا عليها يعلم بكل وسيلة من وسائل المعرفة ما يختص بها. فأنت إذا كان قدامك مثلا علم تجريب، عايز مثلا تعرف تحت بيتك في بير بترول ولا لا مثلا، يعني إيه الوسيلة المعرفية لمعرفة هذا؟ إيه الوسيلة؟ إيه الوسيلة يا جماعة؟ التأمل والنظر، ولا التجربة إن حلل تربة الأرض، ولا إن حد يقول لي واعتمد على كلمة أي حد؟ التجريب والحس طبعا، طبعا يبقى التجربة الحسية. عايز أشوف أختبر الأرض دي صالحة للزراعة ولا مش صالحة للزراعة، ماذا أفعل؟ أي وسيلة أستخدم؟ برضو التجربة. أحسنتي، برضو التجربة. يبقى إذن إيه؟ ما نخلطش بين الأمور. طب كويس قوي، عايز أعرف سيرة عمر بن الخطاب، أعمل إيه؟ الخبر، أعتمد على الأخبار لأن حاجة تاريخية، وأي حاجة تاريخية على طول الإيه؟ الخبر. طب كويس قوي، عايز أعرف حاجة عن الغيب، هل في جنة ونار ولا مفيش؟ إيه الوسيلة المعرفية لهذا؟ الخبر إذا كان صادقا. كويس قوي. طيب ينفع حد يقول له والله الجنة والنار ما يقدرش نثبتهم لأنه إحنا ما لا شفناهم ولا لمسناهم، أو لو عايزين مثلا نثبت البعث على سبيل المثال، ينفع حد يمكن البعث يقولك لأنه ما شفناش حد نام أو مات وصحي تاني؟ ينفع؟
ينفعش. ليه؟ لأنه دي حاجة غيبية، ومصدر العلم بها الخبر، ومصدر العلم بها ماذا؟ الخبر الصادق. طيب إذا يعلم بكل حاسة ما يختص به إذا استعملت فيه. طيب مسألة رياضية، مسألة رياضية عايز أحلها، دي أشمها ولا أعمل فيها إيدي؟ أستخدم أي وسيلة معرفية؟ مسألة رياضية أستخدم أي وسيلة؟ العقل. أحسنت، العقل كويس أوي، العقل كويس. طيب عايز أعمل إيه؟ عايز أثبت وجود الله سبحانه وتعالى. العقل برضو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، لا بالحس ولا بالخبر، لا بالحس ولا بالخبر. طيب كويس أوي. عايز أعرف بقى بعد ما أثبت وجود الله ما هي صفات الله؟ ما هي صفات الله؟ دي حاجة ممكن العقل يستنبطها؟ لا، مش ممكن العقل يستنبط صفات الله، أحتاج فيها إلى خبر. لكن العقل لوحده ممكن يثبت وجود الله. يبقى العقل يثبت وجود الله، وبعدين صفات الله ما هي؟ يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مخبر صادق. كويس. عايز أعرف إذا كان فلان ده اللي بيدعي النبوة نبي ولا لا، أعمل إيه؟ العقل. أحسنتي، يبقى أنا بعرف صدق النبي بماذا؟ بالعقل. عشان كده احنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك إنه العقل مقدم على الإيه؟ مقدم على النقل، تقدم إيه؟ يلا فكروا فيها، تقدم ترتيب لا رتبة. العقل مقدم على النقل، تقدم ترتيب لا رتبة. أنا جالي دلوقتي شخص بيدعي أنه نبي، كيف أعرف أنه نبي؟ التفكر، النظر العقلي، النظر فيما يدعيه، النظر فيما يقوله، في المعجزة، هل هي معجزة فعلا ولا سحر؟ يبقى إذن إيه؟ بالنظر العقلي. يبقى إذن إخوانا القاعدة اللي معنا، نحن عندنا ثلاث وسائل المعرفة بنستخدم في كل معرفة أنا أطلبها أو أريدها الوسيلة التي تناسبها، زي بالضبط كده الموازين. مينفعش أوزن الذهب بميزان البسكوت مثلا، مينفعش أوزن الطماطم بميزان الذهب. كل حاجة لها إيه؟ لها ما يناسبها. خلينا نكمل كده مع الشيخ ونشوف. ويعلم بكل حاسة ما يختص بها إذا استعملت فيه. يبقى متى تكون هذه المصادر منتجة لمعرفة؟ إذا استعملتها في مكانها. يعني أنا دلوقتي لو جبت كيلو طماطم وزنته ميزان الذهب مش هستفيد حاجة، هو اسمه ميزان بس مش هستفيد حاجة، إنه هذا لم يهيأ لهذا. واضح كده؟ فإذا إيه؟ متى تنتج هذه الوسائل المعرفية؟ إذا استعملت في مكانها الصحيح. إذا حضراتكم فهمتوا هذا الكلام كويس، هتعرفوا إنه الإسلام أو النظرية المعرفية الإسلامية ليست ضد العلوم التجريبية، ليست ضد أن يكتشف الإنسان، ليست ضد أن يتقدم علم الفلك، ليست ضد أن يتقدم علم الرياضيات أو الهندسة أو الطب أو، ليست ضد هذا تماما. لماذا؟ لأننا نؤمن أن هذا الكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنظور، وأن لله سبحانه وتعالى كتاب آخر مسطور، فنحن نعرف الله من خلال كتابه المنظور الذي ننظر فيه ونستخدم فيه حواسنا وعقولنا، ونعرف الله سبحانه وتعالى أيضا من خلال كتابه المسطور الذي جاءنا عن طريق الخبر الصادق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا أيضا كمسلمين نؤمن بأن كل حق يتوصل إليه الباحثين والعلماء أيا كانت أديانهم، كل حق يتوصلوا إليه في العلوم التجريبية سيقود يوما إلى الله سبحانه وتعالى، أو سيقود حتما إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وقول الحق من ربكم، كل حق يتوصل إليه الإنسان يقود إلى الله سبحانه وتعالى لا محالة. فإحنا المسلمين لا ضد العلم ولا ضد المعرفة ولا ضد الفيزياء ولا ضد الكيمياء ولا بنحصر العلوم. وإحنا قلنا حقكم هذا الكلام في دورة الخطوة الأولى، إن إحنا بنحصرش العلوم فقط في علوم الدين وبنحتقر مثلا ما سواها من علوم. ما حصلش في تاريخ الإسلام أبدا إن علماء الأزهر أو غيرهم حاربوا مثلا علماء الفلك زي ما حصل في الكنيسة في القرون الوسطى، ما حصلش. بل اللي حصل هو العكس، كان علماء الأزهر وعلماء الإسلام هم بعينهم الأطباء، هم بعينهم الفلكيين، هم بعينهم الجيولوجيين. وأنا كنت كلفت حضراتكم قبل ذلك بقراءة سير الشيخ حسن العطار والشيخ أحمد بن صيام. طيب قال وأما الخبر الصادق نوعان. التكليف الثاني النهاردة، التكليف الثاني قراءة سيرة الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، وقراءة سيرة الشيخ أحمد بن صيام الدمنهوري
شيخ الأزهر أيضا. عشان تعرفوا حضراتكم قد إيه، واحد زي الشيخ حسن عطار، واحد زي الشيخ حامد نصيحة، كانوا علماء في الشريعة وعلماء في الجيولوجيا وعلماء في الفلك وعلماء في الجبر وعلماء في التاريخ في نفس الوقت. فالصراع بين العلم والدين اللي حصل في أوروبا في القرون الوسطى اللي نتج على أساسه أو اللي نتج عنه العلمانية، وإنه الدين مقيد للحياة وكذا وكذا وكذا، ده استدعاء لمشكلة ما حصلتش عندنا. فإحنا العلمانية نعم تصلح لأوروبا، أوروبا تتقدم بالعلمانية لأن دينها مقيد بالفعل، إحنا ما حصلش عندنا المشكلة دي. فأنت كأنك بالظبط جايب دواء لأنه نفع مع مريض، فحضرتك عايز تديه لكل الناس حتى وإن كانوا مش مرضى. فطبعا ده إيه؟ ده خبل محدش يقدر إيه؟ محدش يقدر يوافق عليه. طيب قال: وأما الخبر الصادق نوعان، أحدهما الخبر المتواتر. طيب إحنا بنقول لحضراتكم إن الخبر وسيلة من وسائل المعرفة، لا نقصد أي حاجة نقراها وأي حاجة نشوفها وأي حاجة تتقال في التلفزيون وأي حاجة نشرات الأخبار تقولها، لا نقصد هذا، نقصد الأخبار بشروطها. إيه شروط الأخبار؟ إنك تتحقق من صدقها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهتنظر فيه من القائل، يبقى هتنظر فيه من القائل، أول حاجة السند، مين اللي قال؟ وأخلاقه إيه؟ وصدقه من كذبه عامل إزاي؟ وضبطه في نقل الأخبار عامل إزاي؟ وأمانته عاملة إيه؟ وديانته عاملة إيه؟ فأنت هتمسكه كده إيه تغربله عشان تشوف هل يصلح هذا الإنسان إنك تاخد منه معلومة ولا لأ؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، هتنظر في محتوى الخبر، في المتن. هتنظر في إيه؟ في المتن. الكلام بقى اللي هو قاله على فرض إن هو إنسان صادق. بتعرضه على إيه؟ بتعرضه على المعايير العقلية والعلمية اللي عنده. إن كنت ناقلا فالصحة أحسنتي، أو كنت إيه مدعيا فالدليل. فإحنا إيه بنشترط في الأخبار أن تكون أخبار إيه؟ أخبار صادقة. طيب قال: أحدهما الخبر المتواتر. الأخبار علماءنا بيقسموها إلى أقسام، بيقسموها إلى ماذا؟ إلى أقسام. إما أن يأتيك الخبر، إما أن يأتيك الخبر من نبي، أو يأتيك الخبر من غير نبي. لو حضراتكم بتكتبوا هتمسكوا الورقة كده أهي، خلاص، وتكتبوا كده الخبر، وهتطلع سهم كده وسهم كده، عن نبي عن غير نبي. لو عن نبي هتكتب تحتيه المعجزة أو المؤيد بالمعجزة. طيب عن غير نبي هتطلع منه سهمين كمان، متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. كويس، الآحاد هتطلع منه سهمين، مقبول ومردود. تاني عشان الناس اللي بتكتب، والناس اللي بتكتبش أرجوكم اكتبوا. هنعمل كده رسمة، هنعمل ايه، فولو تشارت زي ما يسموها، خريطة ذهنية. هنكتب كده الخبر، الخبر. كويس قوي، عن نبي عن غير نبي، عن نبي عن غير نبي، عن غير نبي هنطلع منه سهمين، متواتر وآحاد. الآحاد هنطلع منه سهمين، مقبول ومردود. المقبول هنطلع منه سهمين، صحيح وحسن. نرجع بقى لتفصيل الخريطة دي. الخبر اللي هو عن نبي ده هو خبر من شخص، تمام، لكن هذا الخبر مؤيد بالمعجزة. يعني هو مش مجرد كلام بس، لا، ده خبر معه دليل صدقه، فلذلك حطيناه في ايه، في تصنيف لوحده. فهو خبر ايه، مؤيد بالمعجزة. يعني جاي لك النبي بيقول لك ايه، هناك جنة ونار. طيب كويس قوي، حضرتك مين؟ انا نبي من عند الله. ما الدليل على انك نبي من عند الله؟ يروح جايب لك بقى ايه، المعجزة. فاذا رأيت هذه المعجزة كان هذا الخبر، مع انه خبر من واحد، الا انه خبر ايه، معضد بدليل اسم المعجزة. طيب فقال ايه الخبر الايه المؤيد بالمعجزة. طيب الخبر المؤيد بالمعجزة ده ايه حكمه، كيف نتعامل معه؟ لان خد بالك التقسيمة اللي احنا عملناها دي كلها مش هنتعامل معها نفس التعامل، مش هنتعامل معها نفس التعامل. يعني الخبر المتواتر، الخبر المتواتر مش هعمله زي خبر الاحاد. الخبر اللي جاي لي من نبي مش عامله زي الخبر اللي جاي لي عن غير نبي. ففي ايه، برضو في درجات في تصديق الاخبار،
طيب قال لك الخبر الذي أتاني عن نبي مؤيد بالمعجزة هذا يفيد العلم القطعي، سبب للعلم القطعي. يعني إيه؟ يعني لما يجي لك النبي يقول لك هناك جنة ونار، تقول والله العظيم في جنة ونار بنسبة 100%، لا تحتمل الشك عندي بنسبة 1%. لما النبي يقول لك في مخلوقات اسمها الملائكة، تقول والله العظيم في حاجة اسمها في مخلوقات خلقها الله، وإن لم أرها في يوم من الأيام طول حياتي في مخلوقات، أنا أجزم زي ما أنا شايفك قدامي دلوقتي إن في مخلوقات اسمها الملائكة. لما يقول لك في مخلوقات خلقها الله اسمها الجن، تقول نعم هناك مخلوقات اسمها الجن، دي بالنسبة لك، دي بالنسبة لك إيه؟ أنت مصدقها زي ما أنت شايف إيدك بالظبط قدام عينيك دلوقتي. لماذا؟ إيه اللي يخليك مصدق قوي كده؟ لأنه ثبت عندك أن هذا الشخص الذي أخبرك بهذا الكلام نبي، وثبتت نبوته بالمعجزة، فهو مفيد للعلم الإيه؟ القطعي. يعني لما نيجي نحط الخبر ده كده هو جنب بقية الأخبار يبقى في أعلى درجات التصديق. كويس أوي. ندخل بقى على الأخبار التي جاءت عن غير نبي. الأخبار التي جاءت عن غير نبي، هذه الأخبار التي جاءت عن غير نبي قلنا إنها إما إما إيه وإما إيه؟ الناس اللي كتب إما متواتر أو أحد. أحسنتي، إما متواتر وإما أحد. المتواتر ما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه جمع كبير من الناس، ما رواه جمع كبير من الناس عن مثلهم، عن مثلهم من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى الخبر متواتر هو الذي يرويه جمع كبير من الناس عن مثلهم بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إيه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ يعني حضرتك الآن وانت ماشي في الطريق الصبح قال لك انت رايح فين؟ انا رايح الشغل، النهاردة اجازة، النهاردة ايه اجازة، ده خبر احد اهو، ده خبر احد. كويس قوي. مشيت شوية كمان قلت على صاحبك قال لك رايح فين؟ رايح الشغل. يا ابني ده النهاردة اجازة، رايح فين؟ يبقى كده اتنين اهم. بعد شوية بتشتري حاجة من المحل، فصاحب المحل بيقول لك انت رايح فين؟ انا رايح الشغل. رايح الشغل ازاي؟ ده النهاردة اجازة. بعد شوية حضرتك رايح تركب تاكسي، اودي حضرتك فين؟ على الشغل. الشغل ايه يا بيه؟ ده النهاردة اجازة. فاذا ايه؟ دول مجموعة ناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ يعني مش في المعتاد، مش في المعتاد ان الناس دولت يكونوا قعدوا مع بعض في مجلس ادارة العالم مثلا وتآمروا عليك وكلهم اتفقوا يقابلوك الصبح وانت رايح الشغل ويكذبوا عليك الكذبة دي، ده مش معتاد، خاصة ان هم يعرفوش بعض ولا تقابلوا مع بعض ولا حضرتك شفتهم بيعدوا مثلا يتفقوا عليك. واضح كده؟ وخاصة اذا جاءك من على فترات متباعدة او بعد وقت طويل. طيب اذا ايه ده اسمه كده خبر ايه؟ خبر متواتر. خبر متواتر لما يخبرك بالخبر 4 أو 5 أو 6 أو 7، وبعدين انت حضرتك لما تيجي كده تفكر، لما تيجي كده تفكر ان هم ايه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني الناس دي عمرها، انت لما تيجي تفكر كده عمرها ما يكونوا قعدوا مع بعض واتفقوا عليا. يبقى اذا هذا خبر اسمه متواتر. كويس قوي. الخبر المتواتر دوت ايضا ليه سلسلة، يعني في كل طبقة من الطبقات في عدد كبير من الناس. يعني لما نقول مثلا القرآن، لما اجي اسال حضراتكم دلوقتي انتوا كناس مسلمين ازاي عرفتوا ان قل هو الله احد قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يا جماعه عرفنا ان انت لما انت كمسلم، خد بالك السؤال ده هيجي لك يساله لك واحد مسيحي او واحد ملحد، يقول لك يا اخي انت دلوقتي بتقول هذا كلام الله، قل هو الله احد، وانا كمسيحي الله مش احد ولا حاجه، الله مش احد ولا حاجه، انتم جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك ده قاله، انت حضرتك تقول هذا القران الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك انت ايش عرفك ان محمد قال كده؟ هو محمد كان موجود اصلا في يوم من الايام؟ ده اسطوره، ده اسطوره، ما كانش في حد اصلا عايش اسمه محمد، دي حاجه انتوا اخترعتوها، دي حاجه انتوا اخترعتوها عشان تكذبوا علينا. ماذا تقول؟ وعلى فكره في بحوث كده، في بحوث لعلماء غربيين بيقولوا انه ما فيش حاجه
مفيش شخص ولد في مكه في يوم من الايام اسمه محمد بن عبد الله. دي اسطوره ظهرت في العصر العباسي. حاجات كده الناس تحس انهم شاربين حاجه. كيف ثبت هذا؟ ثبت بالتواتر يا جماعه. القران ثبت بالتواتر. وبالتالي احنا كمسلمين نجزم ان كل كلمه في القران قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي واصله بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس قوي. السند ده عباره عن مجموعه حلقات. لما ربنا ان شاء الله كده يكرمكم وتبداوا تحفظوا القران معانا في الاكاديميه او تبداوا تاخدوا في مسار الاجازه، هتدركوا حضراتكم انه ان شاء الله ما تاخدوا الاجازه هيقول لك انت بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 34 شيخ. معروفين بالاسم. كويس. الشيخ ده شيخك. هل علمك انت لوحدك؟ لا، ما علمكش انت لوحدك. ده علم عشرات من الناس. كويس. شيخك ده ليه اقران. الاقران ودولت اصحابه ودولت علموا عشرات من الناس برضه. تمام؟ كويس قوي. شيخك ده هل كان هو التلميذ الوحيد لشيخه؟ ابدا. فاذا ايه؟ ابص تلاقي كده في كل حلقه من حلقات الاسناد لحد ما تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الالوف من البشر. ولو حضراتكم عندكم احصائيه، احنا للاسف العالم الاسلامي يعني يكاد يخلو من الاحصائيات تقريبا في كل حاجه. فلما بنعوز نجيب احصائيات عن اي حاجه بنروح دايما الايه؟ نروح السفارات الامريكيه والحاجات دي. كان في مره واحد باحث ازهري عايز يعرف كم كتاب في مصر. مصر فيها كم كتاب يحفظوا القران. ما عرفش المعلومه دي، جابها من السفاره الامريكيه. مصيبه يعني. فالقصد حضراتكم لو في احصائيه انا كنت وقعت عليها في عدد حفظه القران كل سنه في باكستان. خلاص؟ تتخيلوا معايا كده كم واحد كل سنه بيحفظ القران في باكستان؟ طبعا هو مش بيحفظ القران في سنه، لكنه مثلا ممكن يكون بدا من 5 سنين وبعدين في السنه دي ختم. كل سنه كم واحد بيختمه في باكستان؟ تتوقعوا كده اضربوا رقم كده. اضربوا رقم. باكستان دولة كبيرة حوالي 100 مليون وشوية أو 120 مليون. حوالي 20,000 واحد. لا 20,000. 20,000 بني آدم، ده في باكستان بس، كويس. مصر، أنا أعتقد إن الرقم أكتر من كده. أعتقد إن الرقم أكتر من كده. إيران، العدد أكتر من كده. تركيا، العدد أكبر من كده. لأن دي كلها دول إسلامية كبيرة. إندونيسيا، العدد أكبر من كده. ماليزيا، العدد أكبر من كده. الجزائر، العدد أكبر من كده. المغرب عدد اكبر من كده. فاذا ايه؟ فاذا كل سنه في عندنا الوف من المسلمين بيحفظوا القران، والقران اللي بيقرا في مصر هو اللي بيقرا في باكستان، هو اللي بيقرا في تركيا، هو اللي بيقرا في المغرب، هو اللي بيقرا في هنا في هنا في هنا. طيب الناس دول ال 20,000 دول او ال 100,000 او ال 200,000 او نص مليون دولت جابوه منين؟ من مشايخهم. مشايخهم كانوا بالعدد ده؟ طبعا واكثر. طيب ومشايخهم جابوه منين؟ من مشايخهم. فانت بتتكلم في اعداد مهوله من البشر تحيل العادات وتواطؤهم على الكذب. طيب فلذلك بنقول ان القران خبر متواتر. كويس قوي. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره وغيره وغيره. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها المتواتر ومنها الاحاد. منها المتواتر ومنها الايه؟ الاحاد. طيب احنا قلنا المتواتر هو الذي يرويه جمع كبير من الناس في كل طبقه من الطبقات. بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب لو أنا عندي الخبر رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة في كل طبقة يبقى اسمه أحاد. أحاد مش معناه واحد، لا، أحاد اللي هو دون المتواتر. يعني أي حاجة دون المتواتر العلماء بيسموها أحاد. يعني لو عندك الحديث رواه اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن مش عارف اثنين كده في كل سلسلة كده أقل من المتواتر يبقى اسمه أحاد. يبقى اسمه إيه؟ أحاد. كويس أوي. يبقى احنا عندنا الان الخبر عن غير نبي اما ان يكون متواتر وهو الخبر الذي يرويه جمع كبير من الناس بحيث تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. خلاص كده. وعندنا خبر ثاني اسمه احاد، والاحاد هو ما دون المتواتر. كويس. انا اللي يهمني هنا ايه؟ انا بستفيد ايه من كل خبر؟ اصنف الاخبار دي ازاي؟ قال لك الخبر المتواتر سبيل للعلم القطعي برضه. يبقى الخبر المتواتر يفيد الايه؟ العلم القطعي. العلم الايه؟ القطعي. يعني انا اجزم بنسبه 100% الى نسبه الخبر للمنسوب اليه. يعني انا اجزم بنسبه 100% طالما القران ثبت بالتواتر اقول
هذا الخبر بنسبة 100% منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس، هاجي بقى لصحيح البخاري. هاجي لصحيح الايه البخاري. صحيح البخاري اخباره معظمها مش متواتر، ولكنها احاد. ولكن اخباره معظمها ايه؟ احاد. معظم السنه يا اخواننا خدوها قاعده، معظم السنه الرويه مرويه بطريق الاحاد، بطريق الايه الاحاد، لكنها مرويه عن العدول، عن العلماء العدول الثقات. كويس قوي. الخبر الاحاد ماذا يفيد؟ يفيد الظن. يبقى انا عندي في خبر بيفيد العلم، وفي عندي خبر بيفيد الظن. يعني ايه الظن؟ خد بالك معايا، اياك تتلخبط احسن تبقى زي ابراهيم عيسى. يجي الناس اللي اخواننا زي اسلام بحيري وابراهيم عيسى والعيال التافهه ديت، خلاص؟ يقعد يقول لك ايه ده اخبار تفيد الظن، وتبقى وهو بيتكلم تلاقيه بيفسر كلمه الظن بمعنى انها حاجه مشكوك فيها. وكلمه الظن ليست كذلك. ليست كذلك. فاكرين درجات العلم والمعرفه اللي احنا خدناها في الخطوه الاولى؟ مين فاكر درجات العلم والمعرفه اللي احنا خدناها في الخطوه الاولى؟ جهل مركب، جهل، وهم، شك، ظن، يقين. الظن فين يا جماعه؟ الظن فين؟ بعد 50%، بعد 50%. يبقى لما نقول خبر الآحاد يفيد الظن، مش معناها انه يترك، مش معناها انه يترمي في صندوق الزباله، مش معناها ان هو مشكوك فيه. انت لما تقول لي كده او لما تشرح لي كده يا فلان يا ابراهيم يا عيسى ولا يا اسلام بحيري ولا فلان ولا علان، يبقى حضرتك الان بتفضح نفسك انك مش فاهم حاجه. علماءنا نفسهم هم اللي قالوا ان خبر الموت، الخبر الاحاد يفيد الظن، هم نفسهم اللي علموك الكلمه دي. انت طبعا لا تعرف ظن ولا تعرف شك، فانت عرفت كلمه الظن دي منين؟ منهم هم. هم اللي نقلوا الاحاديث، وهم اللي قالوا، لان هم عندهم امانه علميه، لأن عندهم أمانة علمية ما يقدروش أبدا يساووا بين ما يفيد الظن وما يفيد العلم. قال لك الذي يفيد العلم أو اليقين هو الخبر المتواتر. طب الخبر إذا كان أحاد يفيد الظن، والظن دي درجات واسعة جدا. هبص تلاقي بقى إذا قلنا إن السنة النبوية معظمها يفيد الظن، مش معناها إن هي تترك، ولكن معناها إيه؟ إنه في احتمال ولو ضعيف بإنه يكون في خطأ في النقل. طب هل في خطأ في النقل مثلا في صحيح البخاري؟ لا مفيش. لا مفيش. طب ما اللي قلنا يفيد الظن طالما مفيش يا شيخ؟ قال لك لانه من باب الامانه العلميه، لانه مش متواتر. يعني يظل الاحتمال ولو 1 في المليون. يظل الاحتمال ليه؟ لان انت بتتكلم عن رواه بشر، ممكن واحد منهم يزود كلمه، ينقص كلمه، يهم كذا كذا، احتمال عقلي ما زال موجود، ما تقدرش تستبعده ابدا. طالما احتمال عقلي ما زال موجود، يبقى عمرنا ابدا ما هنخدع نفسنا ونقول انه يفيد اليقين. وزي ما انتوا شفتوا كده مساحه الظن واسعه، فانا مش هعمل ابدا مثلا الحديث اللي في سنن ابن في سنن مثلا ابن ماجه زي الحديث الوارد في السنن في صحيح البخاري، مش هعمل الحديث الوارد في كتب الاثار زي مثلا كتاب العظمه لابو الشيخ زي صحيح مسلم. ففي درجات واسعه جدا. مهما علت هذه الدرجات، اذا قلنا انه ثابت بنسبه 99%، فأنا أمين معاك. علماءنا لأنهم أمناء معاك، قال لك أنا عمري ما هعملها معاملة يقيني، لأنه عقلا ليس بمتواتر. فده يدلك على لفتة من أمانة علماء المسلمين العلمية. ومع ذلك ففي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. يعني مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليبلغ مقام النار، ده متواتر، انما الاعمال بالنيات متواتر. احاديث كثيره جدا متواتره. طيب لكن احنا بنقول ان غالب السنه النبويه مرويه بطريق الظن، او تفيد ماذا؟ احاديثها تفيد ماذا؟ تفيد الظن. طيب نفس الكلام يا اخواننا لما انا مثلا، طبعا احنا بنطبق دوت على ايه؟ على النصوص الدينيه، وبنطبقه على غير النصوص الدينيه. حضرتك رحت بكره الشغل، رحت بكره الشغل وجالك واحد زميلك قال لك تصور ده بعد بكره اجازه مثلا، يعني او واحد قال لك والله صور ده فلان زميل نتزوج، الخبر ده خبر ايه؟ خبر من واحد. كويس قوي. هل في احتمال ان يكون غلط في اسم زميلك اللي تزوج؟ يعني هل في احتمال ولو بعيد انه يكون غلط في اسم؟ قال بدل ما يقول لك مثلا احمد عبد الباسط مثلا، قال لك مثلا محمود عبد الباسط مثلا، يعني لو انت عندكم اثنين اصحاب بالاسم ده، هل في احتمال ولا ما فيش احتمال؟ في احتمال ولو بعيد جدا، فهو يفيد الظن.
فهو يفيد ماذا؟ الظن. طيب إذن إحنا بنتعامل مع سائر الأخبار، أخبار الآحاد بهذه الطريقة أنها تفيد الظن، يعني قابلة للتصحيح، يعني الخطأ وارد فيها، وده طبيعي جدا. طيب طبعا ده إذا جاءني عن صادق. طب إذا كان زميلي دوت أنا متعود منه إنسان كذاب، يبقى مش هنظر أصلا في الخبر بتاعه، متعود من قناة إخبارية إن كل أخبارها مضروبة بالنار، يبقى أنا لا تستحق المناقشة، لا تستحق أن أضيع وقتي معاها. جريدة صفراء عمالة تضرب أخبار في الخلاط وتنشر بين الناس الكذب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في ناس كده رزقهم مبني على الكذب والعياذ بالله، أكل حرام، دول لا يصح أصلا إحنا نلتفت لأخبارهم ولا نناقشها أصلا ولا نشتري جرايدهم ولا نتفرج عليهم. ليه؟ لأنه ثبت عندي أنهم كذبة. وعلماء الحديث إذا كنتم حضراتكم سمعتم المحاضرة وركزتوا فيها، كان إذا ثبت عن الراوي أنه كذب مرة واحدة أثرت عنه كذبة واحدة ولو على دابته، ما كانوش ياخدوا حديثه. لأنه إذا كذب في حديث الناس يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بيعملوا عليه إكس، انتهى أمره، انتهى أمره تماما، خلاص. فأنت إذا لما يجي لك خبر أحد أنت بتشوف الناقل وتشوف فحوى الخبر، تنظر في ايه؟ في الامرين، ثم بعد ذلك ايه؟ تقيم الخبر وتضعه في المكان اللائق ليه. تمام؟ طبعا اذا كان كذاب يبقى الخبر مردود، لا شك، لا شك. احنا المحاضره احنا قلنا ايه؟ انه في شروط لكي يكون الخبر صحيحا. خبر الاحاد اما ان يكون مقبول او مردود. متى يقبل ومتى يرد؟ يقبل اذا توفر فيه شروط القبول، يرد إذا لم تتوفر فيه شروط القبول. ما هي شروط القبول؟ قال لك الخبر الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني لازم الشخص اللي جاب الخبر ده يكون شخص عادل، يكون شخص صادق، يكون شخص مركز في فحوى الخبر، يكون شخص متدين. وهذه الشروط كلها تتوفر في كل رجال الإسناد، تمام كده؟ والخبر نفسه يكون ما فيهوش علة ولا شاذ. طبعا المصطلحات دي كلها حضراتكم ان شاء الله تدرسوها بعدين، لكن القصد ايه؟ انه انا الخبر الاحد ده بصنف اما ان يكون صحيح او يكون حسن اذا كان ايه؟ اذا كان مقبول، ثم بعد ذلك قد يكون مردودا اذا كان ضعيفا. والضعيف حوالي 40 نوع، والضعيف حوالي 40 نوع. اذا حضراتكم درستم هذه المنهجيه العلميه المنضبطه اعتقد ان دماغكم هتترتب جدا في التعامل، مش مع علوم الشريعه بس، علوم الشريعه يا اخواننا والله علوم انسانيه، يعني مش حاجات ايديولوجيه، مش قواعد العلماء حطوها علشان يثبتوا صحه الدين بالعافيه، لا، دول بشر فكروا تفكير عقلي حر ثم طبقوا هذه القواعد فوجدوا ان هذا هو مقتضى العلم الصحيح. قواعد الشريعة دي قواعد إنسانية يمكن أن تطبق في كل حاجة في حياتنا وفي كل العلوم بالمناسبة، مش في علوم الشريعة بس. طيب يبقى إذن إحنا بنقول إن من أسباب العلم الخبر، والخبر قد يكون كذا وقد يكون كذا، وتحدثنا عن هذا عشان ما نطولش في هذه النقطة. إن شاء الله لما تيجوا تدرسوا بعد كده معانا في علوم الحديث هنتوسع في هذه المسائل. المهم إن إحنا فقط نؤكد على حضراتكم معنى معين، وهو إن الخبر من أسباب العلم. يعني لما اجي حضرتك تسالني تقول يا شيخ منين عرفنا ان في حاجه اسمها البعث بعد الموت؟ منين عرفنا ان في حاجه اسمها الحسد؟ لان في ناس دلوقتي تيجي تقول لك ايه؟ تقول لك انتوا بتصدقوا في الحاجات دي، دي خرافات. فين الحسد ده؟ ما شفناش حاجه، انا ما حصلليش حاجه مني. اللي بيقول كده يا اخوانا اعتمد على ايه؟ اعتمد على ايه؟ اعتمد على التجربه، تجربته هو الشخصيه وعممها. طيب هل طريق إثبات هذا الأمر الغيبي، هل طريق إثبات هذا الأمر الغيبي التجربة، ولا ده أمر يثبت بالخبر؟ يثبت بالخبر. وإحنا جالنا الخبر إن في حاجة في الدنيا اسمها حسد، العين ليها أثر. فإذا إيه؟ فإذا إحنا اللي يهمنا دلوقتي إن إحنا نأكد حالكم أن الخبر يفيد علما، يفيد علما على حسب بقى إيه الدرجة. إذا كان من نبي يبقى يفيد القاطع، إذا كان متواتر يفيد القطع، إذا كان أحد هيفيد الظن، إذا كان أحد مقبول يفيد الظن، إذا كان أحد مردود لا يفيد شيئا، خلاص ده يترمي. واضح كده؟ وده علم. يعني حضرتك لما يجي لك واحد زميلك يقول لك ده أنا سافرت دولة اسمها سنغافورة وشفت هناك كذا وكذا وكذا
وزميلك دوت صادق ولم تعهد عليه كذبا والكلام اللي بيقوله معقول ويدخل العقل، حضرتك لما تصدق هذا الكلام انت كده الان بتعمل بمقتضى العلم، فانت لا تلام انك صدقت هذا الرجل، لا تلام، مش لازم تشوف الحاجه بنفسك. ليه انا باكد على النقطه ديت؟ لانه الموضه اللي ساريه الان في العالم كله هي انه ما فيش علم الا اذا كان تجريبي، يقول لك دي حاجه مش علميه، ويقصد بها انها حاجه ايه؟ مش تجريبيه، ما شفناهاش بالميكروسكوب، ما شفناهاش بالتلسكوب، ما جربناهاش في المعامل، ما رصدناهاش. وبالتالي يبداوا ينكروا ايه؟ ينكروا ابواب من العلوم كثيره جدا، وده للاسف اللي قامت عليه الحضاره الغربيه الحديثه، سائر العلوم الغربيه مبنيه على هذا المنهج. وشيخ الاسلام مصطفى الصبري التوقادي عليه رحمه الله في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين تحدث عن هذا وافاض. واتكلم عن ده برضه عبد الوهاب المسيري في اكثر من كتاب من كتب. طيب قال: واما نظر العقل فهو سبب للعلم ايضا. النظر العقلي لما حضرتك كده تقدم مقدمات حتى تخرج من خلالها بنتيجة، ده يفيد علم ولا لا يفيد علم؟ يفيد علم، يفيد علم. يعني لما حضرتك مثلا كده تقعد على الفيسبوك على سبيل المثال، وبعدين تتابع مثلا اكونت معين، تلاقي صاحبه عمال ينشر مثلا كل يوم آية او كل يوم حديث، خلاص كده؟ فانت هتعمل ايه؟ هتستنتج استنتاج من خلال ايه؟ من خلال مقدمات معينه، ان الشخص ده غالبا مثلا مسلم، ده اقل حاجه يعني. وممكن تضيف عليها انه مسلم متدين. فانت ايه؟ من اين جاءتك هذه المعلومه؟ من خلال مقدمات معينه. خلاص كده؟ هذه المقدمات قادتك، لان الراجل عمره ما قال لك انا مسلم، ما قالش كده على الاكونت انا مسلم، ما قالش كده، لكن انت ايه اللي حصل؟ مقدمات ادت بك الى ايه؟ نتيجه. أمور معلومة أدت بك إلى أمر ماذا؟ إلى أمر مجهول. فالنظر العقلي سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب العلم. قال: وأما نظر العقل فهو سبب للعلم أيضا، والحاصل منه نوعان ضروري ويسمى بديهية، وهو ما يحصل بأول نظر من غير تفكر. في علم بيحصل بالعقل، وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى نظر وتفكر. يعني حضرتك مش هتروح تاخد كورس مثلا عشان حد يقول لك في ده انت موجود، خد بالك انت موجود، او خد بالك ده الجزء اصغر من الكل، او الواحد نصف الاثنين، او الخط المستقيم هو اقصر طريق بين نقطتين. دي كلها حاجات ايه؟ حاجات مركوزه في العقل، حاجات بديهيه لا يتعلمها الانسان، ما حدش بيشرحها لك، انت بمجرد ما تتصورها خلاص بتصدقها، مش محتاجه اثبات، مش محتاجه ايه؟ اثبات. طيب فانت عندك في العقل في نوع من العلوم هكذا لا يحتاج الى نظر واستدلال. في نوع اخر من العلوم استدلالي، اللي هو العلم الايه؟ الكسبي. زي حضرتك كده لما تدخل كليه الطب، فانت الان هذا علم ايه؟ هذا علم. تدخل هندسه، ده علم استدلالي. تيجي تدرس فقه او عقيده او كذا، ده علم استدلالي. طيب وهو ما يحتاج فيه الى نوع تفكر، يحتاج الى ايه؟ نوع تفكر. كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. في حاجة اسمها الايه؟ في حاجة اسمها التلازم. في حاجة اسمها الايه؟ التلازم. حضرتك الآن سمعت وأنتوا قاعدين معايا دلوقتي. أنتوا سامعين اللي أنا سامعه؟ ها. ده معنى ايه؟ ها. يلا استنتج. ده معنى ايه؟ حركة. ايه كمان؟ معنى ايه؟ وجود من يعيش بالقرب مني، ماشي، مش عايش في صحراء، جميل جدا، حد بيخبط، ماشي، عصافير، ماشي، ايه كمان؟ اصلاحات، ماشي، في حياه في المكان، ماشي. كل ده بيسموه ايه يا اخوانا؟ بيسموه قانون التلازم. بيسموه قانون التلازم. حضراتكم الان شفتوا وانا قاعد، او انا وانا قاعد كده شفت جاي من تحت عقب الباب دخان. يبقى ايه تلقائيا؟ ها؟ يبقى في ايه؟ يبقى في بره الباب ايه؟ في نار. في نار. على طول، صح كده؟ يبقى اذا ايه؟ ده علم استدلالي. ده بيسموه علم ايه؟ استدلالي، ان انا من خلال حاجه موجوده قدامي بستنتج حاجه مش موجوده قدامي. سمعت مثلا صوت عربيه اسعاف، ها؟ يلا. يبقى معناها ايه؟ في حادث، او شايله مريض،
ورايحة بالمستشفى. طيب إذن إيه؟ مع إني ما شفتش المريض، يعني أنا ما شفتش المريض، لكن أنا بستنتج من خلال العربية وهي ماشية بسرعة إن هي يا إما راح تجيب مريض يا إما شايلة مريض وجاية للمستشفى، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب لما بشوف إشارة المرور حمراء معناها إيه؟ معناها قف، مع إنه ما اتكتبليش قف، لكن إيه؟ لكن حصل ترابط بين الإيه؟ بين الأمرين، بحيث أستطيع أن أستدل من وجود الإشارة الحمراء على معنى معين مجهول. طيب يبقى إذا قال والثاني استدلالي وهو ما يحتاج فيه إلى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان وحصول العلم بهذه الأسباب مشاهد لمن أنصت ولم يعاند. طيب يبقى إحنا دلوقتي خلصنا إلى أن الأسباب العلم ثلاثة. خلاص الشيخ هنا بعد ما قرر هذه الأسباب الثلاثة قال إيه؟ وحصول العلم بهذه الأسباب مشاهد. مشاهد، أنت تعالى كده وفكر مع نفسك، هتلاقي نفسك بتستدل بالخبر وبتستدل بالعقل وبتستدل بالحس. لما تشوف واحد زميلك اشترى جاكيت تقول يا سلام ايه الجاكيت الجميل ده، عرفت منه جميل لما نظرت اليه، فانت استخدمت وسيلة ايه؟ الحواس، واستخدمت ايه من الحواس؟ النظر، فاعطاك علما انه زميلك اشترى جاكيت وانه جميل. فحصول العلم بهذه الامور ايه؟ مشاهد لمن انصف ولم يعاند. طب ليه الشيخ قال كده؟ ليه الشيخ قال لك ان في ناس بتعاند رغم ان الحاجات دي واضحه جدا الا انه في ناس ايه بتعاند؟ قال وانكر ذلك كله طائفه يقال لهم الخفصائيه. وانكر ذلك كله طائفه يقال لهم الخفصائيه. الخفصائيه كلمه مشتقه من صوفه واسطه. صوفه واسطه. ومعناها الحكمة المموهة. في مقابلهم كان في ناس يسموهم الفلاسفة اللي هم محبي الحكمة. فكان عندنا زمان في بلاد اليونان القديمة ناس يسموهم الفلاسفة اللي هم محبي الحكمة، في مقابلهم ناس يسموهم السوفسطائية اللي هم إيه؟ أصحاب الحكمة المموهة. طيب سوفة يعني علم، وإسطى يعني غلط، يعني العلم المموه أو العلم الغلط، يعني حاجة شكلها علمي لكن لما تيجي حضرتك تحلل الكلام فيه غلط في غلط، المقدمات لا تؤدي الى النتائج او النتائج لا يمكن ان تؤخذ منها المقدمات. زي بالظبط كده ايه، كتير من البرامج التلفزيونيه مليانه مغالطات منطقيه، خاصه اذا كانت القناه دي لها توجه سياسي معين مثلا او المذيع ليه توجه سياسي، هتلاقي بص فيه هتبص تلاقي فيه مغالطات منطقيه كتير جدا في الكلام. جرايد نفس الكلام، انسان عنده هوى معين وعايز يثبت راي معين تلاقي كلامه فيه مغالطات منطقيه. طيب اذا ايه الجماعة الاستوفسطائية دول كانوا موجودين زمان، كانوا موجودين زمان في بلاد اليونان، وكانوا على ثلاثة فرق. الاستوفسطائية يقسمون إلى ثلاثة فرق. الفرقة الأولى بيسموهم العندية، الفرقة الثانية بيسموهم العنادية، الفرقة الثالثة بيسموهم اللا أدرية. يبقى كم فرقة الآن؟ من يكتبهم؟ العندية، العنادية، اللا أدرية. أحسنتم. طيب إيه العندية بقى دولت؟ العندية دولت ناس بيقولوا إنه الحق تابع للاعتقادات. يعني إيه تابع للاعتقادات؟ يعني تابع لرأيك أنت، تابع لوجهة نظرك أنت. يعني إيه برضه؟ يعني هتلاقيه بيقول لك إيه؟ آه والله الكلام ده صح بس من وجهة نظرك. الكلام ده صح لكنه إيه؟ من وجهة نظرك أنت. لا انا مش عايز اللي من وجهه نظري، عايز الكلام في نفسه. الكلام في نفسه حق ولا باطل؟ بغض النظر انا شايفه، لان الواحد ممكن يشوف الحاجه غلط ومقتنع بيها جدا. انت عندك عبده البقر مثلا، وهم معتقدين عند نفسهم انهم على حق، لكن هل هذا الاعتقاد يجعلهم على حق؟ الاجابه لا. اهو الجماعه السوفسطائيه دول بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان كل واحد بيعتقد انه على حق يبقى ادرك الحق. عشان كده هتلاقوا علمائنا أول حاجة بيحفظوها في متن العقائد النسفية هتلاقيهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا حقائق الأشياء ثابتة. يعني أنا دلوقتي لو حد قال لي والله القلم ده أزرق خلاص؟ وهو أسود، إن ده القلم ده أسود، هو شايفه إيه؟ هو شايفه أزرق. العندي يقول له آه هو أزرق عندك وأسود عند غيرك. خلاص كده؟ فلما نيجي نقول له يا مولانا الكلام ده غير صحيح، احنا دلوقتي عايزين نشوف هو في نفسه بغض النظر انا شايفه، يقول لك مفيش حاجه اسمها كده.
الحق تابع لاعتقادك، يعني انت اذا اعتقدت انه ازرق يبقى ازرق، خلاص كده. عشان كده في علماء يقول لك ايه، حقائق الاشياء ثابته، يعني الامور فيها لها حقائق خارجه عن النفس بغض النظر انا ادركتها او لم ادركها. يعني انا لو شفته ازرق وهو مش ازرق يبقى انا كلامي غلط، يبقى دول الايه العنديه الذين يقولون ان حقائق الاشياء تابعه للاعتقادات. طيب العناديه هم اللي يقولوا انه مفيش حق، او انه الحق موجود لكن لا يمكن العلم به. يعني انت شايف القلم ازرق، انا شايف انه اسود، واحد تاني ممكن يشوفه احمر، خلاص. والله ايه الموضوع هيطول معانا واحنا مش فاضيين للكلام ده، خلاص كده. او مفيش حق، يعني ايه مفيش حق؟ هو ايه، انت الان كل واحد فيكم بيتوهم حاجه في باله، او يمكن كلنا عايشين في حلم كبير مثلا، كلنا بنحلم. فالعالم الخارجي ده اصلا احتمال ما يكونش، الالم ده احتمال ما يكونش موجود اصلا، يعني الالم ده اللي انتم مختلفين عليه احتمال ما يكونش اصلا موجود. عشان كده برضو قالوا ايه، حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق. والعلم بها متحقق، يعني انت حتى اذا قلت انه ازرق وهو اسود، هل في وسيله لنعرف بها ما اذا كان ازرق او اسود؟ قال لك نعم. ايه الوسيله؟ النظر، الوسائل ما احنا قلناها، الوسائل الثلاثه، انك تنظر اليه هل هو اسود ولا ازرق. واضح كده؟ يبقى اذا ايه الشيخ هنا بيقول ايه؟ الطائفه الثالثه اللي اسمهم اللا ادريه. اللا ادريه يقول لك ايه، انا لا ادري. يعني انت حضرتك بتقول ان القلم ازرق، فلان بيقول ان القلم احمر، فلان بيقول الله موجود، فلان بيقول الله موجود، انا ما اعرفش والله اذا كان الله موجود ولا مش موجود. القلم ازرق او اسود ما اعرفش والله، لا ادري. انا هفضل ايه متوقف كده. الثلاثه اسمهم سوفسطائيه. الشيخ بقى بيقول وانكر ذلك كله طائفه يقال سوفسطائيه، فانكر بعضهم حقائق الاشياء وانكر بعضهم العلم بحقائق الاشياء. بقى بعضهم قال ما فيش حقيقه اصلا، مفيش حاجه اسمها حقيقه، ما تراه انت هو الحق. وبعضهم قال الحقيقه موجوده لكن الوصول لها صعب، يعني الله موجود مثلا يعني، لكن هل هو الله الاسلام ولا هل هو اله المسيحيه ولا هل هو اله اليهوديه ولا هل هو اله البوذيه؟ طيب الموضوع هيطول معانا قوي، واحنا بصراحه مش فاضيين للكلام ده، خلاص كده. الموضوع طويل جدا واحنا مش فاضيين، عندنا عيال عايزين ايه نصرف عليهم كده يعني. فقال لك ايه، وانكر بعضهم العلم بحقائق الاشياء. فقال لك ايه، موضوع هيطول مش هنتكلم فيه. وانكر بعضهم العلم بحقائق الاشياء، الحقيقه موجوده لكن انك توصل للحقيقه فيها ده ايه، انك توصل للحقيقه فيها ده صعب. الشيخ بقى هنا بيقول ايه، ولا مناظرة مع هؤلاء. دول اصلا لا يكلمون، يعني فدول ما تتناقش معاهم. ليه؟ لان الكلام هيطول من غير نتيجة، لانهم شاطرين في التلاعب بالالفاظ. يعني السوفسطائية دول يا جماعة ناس كانوا موجودين في بلاد اليونان بالفعل، وكانوا بيشتغلوا معلمين للسياسيين. انتوا عارفين ان بلاد اليونان كان فيها ديمقراطيه قديمه يعني. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيشتغلوا معلمين للسياسيين، ازاي السياسي يقول كلام منمق ويخدع الجماهير. انا بشبه السوفسطائي دولت بشغل المحامين دلوقتي، مع احترامي طبعا لكل المحامين الشرفاء يعني. المحامي يبقى عارف ان المتهم بتاعه او الاخ اللي معاه دوت سرق ولا قتل ولا عمل ولا عمل، يقول لك انا هخرجه لك زي الشعره من عجين. ازاي؟ هيلعب بقى زي ما هو عايز. خلاص كده؟ طيب الشيخ بقى هنا بيقول ولا مناظرة مع هؤلاء إلا بالضرب المؤلم. إيه إذا المشايخ بقوا ساديين كده ليه؟ هيجي لك برضه إيه واحد زي الجماعة اللي بتوع في التلفزيون، إنك شوف أهو، آدي كتب التراث. متعلم من مسلم أساديين، بيقول لك اضربوا المختلفين معاكم في الرأي. طيب ولا مناظرة معه إلا بالضرب، ليه الشيخ قال هنا بالضرب المؤلم؟ يعني أنت دلوقتي لما يجي لك واحد يقول لك مفيش حقيقة، وتروح حضرتك كده جاي عامل فيه خدمه ولسعه على قفاه، هيعمل ايه يا احمد؟ هيقول لك انت بتضربني ليه؟ يقول له يا اخي افرض انت بتتوهم، اشمعنى دي يعني اللي انت اثبتها؟ يقول له لا انت مش واخد بالك، انت بتتوهم، ده انا ما ضربتكش، ده انا ضربتك من وجهه نظرك انت، لكن من وجهه نظرنا انا ما ضربتكش. يبقى انت كده ايه اللي حصل يا احمد؟ الزمت الحجه. ليه؟ لانه هيثبت علم، وهو ايه؟ الالم الذي حصل فيه، وهيعترض على هذا،
ولن يوافقك على قولك. واضح كده؟ يبقى هنا الشيخ هنقول إلا بالضرب المؤلم والإحراق بالنار ليضطروا إلى الإقرار. هيجي يقول لك أنت ضربتني، فهيثبت إيه؟ هيثبت إنه أدرك علما هو الألم. هذا الألم كيف أدركه؟ بالحس. فيبدأ كده أنت تبدأ مع واحدة تقول نعم أنت كده أدركت إن في حقيقة أنت تقر بها وأنا أقر بها، إذن حقائق الأشياء ثابتة. هل العلم بها متحقق؟ نعم العلم بها متحقق بعد ما ضربتك، أنت تحققت من العلم بها عن طريق وسيلة من وسائل المعرفة، وهي وسيلة إيه؟ الحس. يبقى أنت حضرتك لما تلسع على أفاه ولا تغزه بدبوس ولا تلسعه بحاجة ولا كده، فهو هيضطر للإيه؟ هيضطر للإقرار. طيب احنا مش هناخد في كتاب البدايه في اصول الدين اكثر من هذا، ده اللي يهمنا في هذا الكتاب. طيب احنا كنا اجلنا حاجه كده لاخر الايه، لاخر الحلقه لو تذكروا، اللي هو ايه اقسام الحكم العقلي. هناخد النهارده كده ايه مقدمه بسيطه اشوقكم ليها علشان ما نحطش المعلومات دي كلها الجامده دي كده ورا بعض، لكن نحاول كده ايه ناخدها شويه بشويه، والمره الجايه نفرد فيها ان شاء الله. أنا قلت لحضراتكم قبل كده إنه المحاضرة دي واللي فاتت واللي جاية دول أهم ثلاث محاضرات في الدورة، هيرتب لكم دماغكم كتير إن شاء الله تعالى. ممكن ما تشعروش بفايدة القواعد دي دلوقتي، لكن هتبصوا تلاقونا بعد كده بنسألكم، نقول لكم فاكرين لما قلنا كذا زي النهارده كده، لما نقول لكم يلا نفتكر كده درجات علم المعرفة. أعتقد حضراتكم أول ما درستوها في الخطوة الأولى قلتوا هنستفيد إيه من الكلام ده؟ أدينا أهو بدأنا نوظف القواعد اللي إحنا بناخدها، عشان كده بقول لحضراتكم لازم تاخدوا الدورات بالإيه بالترتيب. كويس أوي. خلونا بقى نتكلم عن الجزء الثاني من العلم الضروري. الجزء الثاني من العلم الضروري هو العلم بإيجاب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. حضرتك لازم تعرف ان في حاجة اسمها الحكم. الايه الحكم؟ يعني ايه الحكم؟ يعني حضرتك مثلا بتقول على سبيل المثال الايه الجو جميل، هتقول مثلا السوشي ليس جميلا، هتقول مثلا الصلاة واجبة، هتقول مثلا الإسبرين مسكن للصداع. كل دي ايه؟ احكام. كل دي احكام. كويس قوي. لما نيجي احنا بقى نشوف كل الاحكام اللي احنا بنصدرها في حياتنا، هنلاقي مصدرها اما العقل، اما العادة، اما الشرع. الأحكام تاني مصدرها إما العقل إما العادة إما الشرع. يبقى الأحكام مصدرها ثلاثة، إيه هم يا أحمد؟ مصادر الأحكام ثلاثة. ما هو الحكم يا جماعة؟ الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. يعني أنا لما أقول دلوقتي كده إيه؟ الصلاة واجبة، أثبتت أمر لأمر، أثبتت إيه؟ الوجوب للصلاة، صح كده؟ طيب، أو نفي أمر عن أمر، لما أقول مثلا إيه؟ الحج ليس واجبا على الفقير، يبقى أنا إيه؟ نفيت وجوب الحج على الفقير، كويس كده؟ الله موجود، أثبتت أمر الأمر، أثبتت الوجود لله، خلاص كده؟ أبو جهل لم يدخل الجنة، نفيت ماذا؟ نفيت دخول الجنة، نفيت أمر عن أمر، نفيت دخول الجنة عن مين؟ عن أبي جهل. يبقى إذن إيه؟ الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، ده اسمه حكم. وهتلاقوا حضراتكم لو تأملتم هتلاقوا حياتنا كلها عبارة عن أحكام. يعني لما تقول إيه؟ الشغل أنا مستريح فيه، ده حكم. الشغل أنا تعبان فيه، ده حكم. أنا عايز أتجوز، ده حكم. أنا عايز مش عارف أصاحب فلان، ده حكم. يبقى إذن إيه؟ أبص تلاقي معظم كلامك خلاص كده هو عبارة عن إيه؟ إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. طيب إيه اللي يخلي حضرتك، إيه اللي يخلي حضرتك تقول كلام أو تقول أحكام؟ اللي بيخليك تصدر أحكام على أي حاجة أو تثبت شيء لشيء في كلامك، إما إنه يكون انت خدت الحكم دوت من الخبر من الشرع يعني، او من العقل، او من التجربه. بيفكركم الكلام ده بحاجه؟ حاجه مثلا لسه قايلها من شويه صغيرين، مصادر المعرفه.
يا سلام يا سلام، شوفوا الناس اللي صاحيين، صح كده يا جماعة ولا مفيش ربط؟ ولا ما ربطناش ما بينهم؟ ربطنا ما بينهم ولا لسه؟ احنا قلنا مصادر المعرفة ثلاثة، صح كده؟ طيب حضرتك ستصدر بناء على هذه المصادر أحكام. فأنت عندك خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم إن في حاجة اسمها مثلا الصلاة وهي واجبة، فتقول الصلاة واجبة، ده حكم شرعي. طيب أنت جربت تدي المريض معين أدوية معينة، فلقيت الأسبرين بيسكن الصداع، فقلت الأسبرين مسكن للصداع، ده حكم مصدره الإيه؟ مصدره إيه؟ العادة أو الحس أو التجربة، كتب معنا واحد. طيب كويس أوي، لما تقول لي الواحد نصف الاثنين، ده حكم مصدره إيه؟ العقل. حكم مصدره العقل. يبقى إذن الحكم وإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظوا هنا إن إحنا بدأنا مع بعض في متن المقدمات، لكن أنا خليني النهاردة أبسط لكم كده المسائل عشان نبدأ المرة الجاية رسميا في متن المقدمات. طيب يبقى إذن إحنا عندنا الآن الحكم إما أن يكون مصدره الشرع أو الخبر، الشرع اللي هو الخبر أو التجربة اللي هي العادة، أو العقل اللي هو برضو الإيه؟ النظر العقلي. كويس أوي. الحكم الشرعي يدرس عشان نعرف أقسام الحكم الشرعي ومراتبه والأحكام المتعلقة به، ده بيدرس في علم أصول الفقه. يدرس فين يا إخوانا؟ في علم أصول الفقه. هتلاقي الجماعة الأصوليين بيقول لك الأخبار اللي جت لنا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أخبار تكليفية أو أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمس: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. يعني أنت لما تقول لي الصلاة واجبة، ده حكم إيه؟ حكم شرعي، يدخل في أي قسم؟ يدخل في الوجوب. لما تقول لي مثلا، لما تقول لي مثلا إيه؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر مطلوبة أو صلاة الفجر سنة. طبعا صلاة الفجر هنا مش معناها صلاة الصبح، الفجر اللي هو الركعتين، الركعتين الايه؟ الركعتين السنة. لما الشريعة تقول لك ايه؟ لا تشرب الخمر، يبقى ده حكم، حكمه ايه؟ تحريم. لما الشريعة تقول لك لا تقرأ القرآن في الركوع، ده حكم، حكمه ايه؟ او هو اسمه ايه؟ الكراهة. لما الشريعة تقول لك كل ما شئت واشرب ما شئت، ما ايه؟ ما طالما فعلت ذلك فيما احل الله، يبقى ده حكم، اسمه ايه؟ اسمه مباح. يبقى هتلاقي الاحكام الشرعية بتنقسم الى هذه الخمسة ايه؟ الخمسة اقسام. الاقسام الاحكام الشرعية الايه؟ التكليفية، يسموها الايه؟ التكليفية، يعني اللي فيها طلب من المكلف، سواء كان طلب فعل او طلب ايه؟ او طلب ترك. كويس. في نوع تاني من الاحكام الشرعيه بيسموها الاحكام الوضعيه. يعني ايه الاحكام الوضعيه؟ يعني الشارع عمل لنا اماره او علامه، بناء على هذه الاماره او العلامه نعمل او ما نعملش. يعني زي ما يقول لك مثلا ايه؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس. متى نصلي الظهر؟ قال لك لما تلاقي الشمس زالت عن وسط السماء. فزوال الشمس عن وسط السماء علامه، يبقى ده حكم، اسمه حكم وضعي. يعني ايه؟ تفاصيل كثيرة جدا هتاخدوها ان شاء الله في علم اصول الفقه. اللي هينفعنا احنا في علم العقيدة التركيز على، التركيز على التفرقة بين الحكم العادي والحكم الشرعي والحكم العقلي. يا ربي ده اللي هينفعنا، التفريق بين اولا الحكم العادي والحكم العقلي من ناحية، ثم رقم اثنين التفريق بين اقسام الحكم العقلي. من الحكم العقلي هتلاقوا بينقسم إلى واجب وجائز ومستحيل. يبقى كده قبل ما نمشي، يلا مش احنا رسمنا من شوية خريطة ذهنية، هنرسم خريطة كمان وبعدين ايه؟ نختم على كده وهنكتفي بهذا اليوم. يلا هاتوا الورقة والقلم واكتبوا كده اهوت فوق الحكم، نطلع منه ثلاث أسهم، نطلع تحت كلمة الحكم ثلاث أسهم.
نكتب تحت السهم الأول شرعي، تحت السهم الثاني عادي، تحت السهم الثالث عقلي. يبقى الحكم ثلاث أسهم: شرعي، عقلي، عادي. كويس أوي. تحت الحكم الشرعي هنطلع سهمين. تحت السهم الأول نكتب تكليفي، تحت السهم الثاني هنكتب وضعي. نيجي للحكم العقلي هنطلع منه ثلاث أسهم. الحكم العقلي هنطلع منه ثلاث أسهم. السهم الأول هنكتب تحتيه الواجب، السهم الثاني الجائز أو الممكن، يتم بمعنى واحد، جائز أو ممكن يتم بمعنى واحد. السهم الثالث المستحيل. مين متابع معايا لحد دلوقتي يكتب خمسة، اللي عمل الرسمة دي يكتب خمسة. جميل قوي. يلا يا أستاذ إحسان قول لنا بقى كده الرسمة تاني. بسم الله. الحكم هنقسمه ثلاثة: شرعي وعادي وعقلي. الشرعي مقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. العقلي مقسم إلى ثلاثة: الواجب والجائز والمستحيل. أحسنتم. أنا مش عايز منكم النهاردة غير أنكم تعرفوا ده، إن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، إنه كل أمر بنثبته لأمر أو بننفيه عن أمر إما أن يكون مصدره الشرع أو العادة أو العقل، وإن الحكم الشرعي بينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي، وإن الحكم العقلي بينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. المرة الجاية إن شاء الله هنفصل في هذه الأقسام جميعا، يعني المحاضرة اللي جاية إن شاء الله كلها عن الحكم وأقسامه، أو عن مقدمة الأحكام كما سماها الإمام السنوسي في متن المقدمات، والحمد لله رب العالمين. طيب عندنا كم تكليف النهاردة؟ عندنا ثلاث تكليفات. أول تكليف اللي هو اللي ما كانش سمع، اللي هي يعني دور الوحي بسم الله في إسراء الوعي أو كده حاجة الشبه ده، يعني دي كانت واحدة. وواحدة ثانية اللي هي سماع محاضرة المبادئ العشرة من نظرية المعرفة، وقراءة السيرة الذاتية. بصراحة أنا نسيت الاسمين، هو حاجة الشيخ حسن العطار والشيخ أحمد بن صيام الدمنهوري. طيب تمام. الناس اللي ما عملوش التكليفات اللي فاتت أرجوكم اعملوا التكليفات اللي فاتتكم، صدقوني بتخسروا. مش هقول لكم أكتر من كده. طيب أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.